بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وصلت الآن السبت 16/10/2021 سيارة اللحوم رقم 21 محملة ب 2 طن، عدد ما وصل محافظة الإسكندرية حتى الآن 72 طن. تسلمت اليوم السبت الموافق 16/10 مديرية أوقاف القاهرة 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي. اليوم السبت الموافق 13 من شهر أكتوبر 2021 وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم صكوك الأضاحي 68 طنا. لقد تسلمنا في محافظة البحيرة اليوم السبت الموافق 16/10 من أكتوبر 2021 قطعة لحوم صكوك الأضاحي تزن 2 من الأطنان، ليصبح عدد ما تسلمته مديرية أوقاف البحيرة حتى اليوم 60 طنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك العمل في موازين جميع القادمين عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.